الخير عليكم خوتي اللي عنده صباح صباح الخير واللي عنده مساء مساء الخير عليكم مزامي. اليوم ندير معكم الحلوة ولا جاتو. هذه 20 سنة وانا كناكل فيه تقريبا قال بال تاع بلسخ. تحياتي من هنا لا شفتو راه تعرفوا هذا جاتو تاع الشابلوغ. كيجي واعر خوتي كيجي زوين تقدروا تطيبوه هكا هكا العيد كيجي هكا الحباب الصغيورين كياكلوا كلشي كياكل خوتي. فوالا خوتي غادي نبدا معكم بلا ما شكرا لكم من اي دول خوتي اللي دخل عندي مرحبا والف مرحبا لا في لا كويزين قبلت على كويزين عيشه كويزين. فوالا عندي معكم هذا الكاتو اليوم عندي لكم العبار فاسيل خوتي انا ما بغيتش نعبر شربه 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 من حاجه داك عندكم هذاك الشيء كاوكاو يا اللوذي القرقع اللي عندكم ديروا خوتي كيجي زوين. بسم الله عندنا كسرونه درت فيها طرونشه تاع السيترون دابا ندير لا سيرو انا غندير غير كاس كبير تاع السكر وندير جوج كيسان تاع الماء ونديهم يطيبوا لانه الفاني يدير فاني هذا السيرو خص يكون بارد ما تكون هي طايبه يكون هو بارد. دابا غادي نديه يسخن دابا ندير شويه الملح هنايا عندي 8 البيضات كتعمروا الزليف اخوتي الزليف اللي عندكم عمروه باش تجيكم نيشان غندير زليفه تاع السكر هذه ما تضربوها ما والو عادي يا خوتي عندي نص زلافه تاع الزبده غنزيدها باش نعمرها بالزيت ميلونجي هذه الزبده وزيت تقدروا ديروا غير الزيت بسم الله عندي جوج معاشق خوتي راه كيبان لي والو عندي جوج معاشق تاع مايزينا مايزينا باش كتخليها داك اللون تاعها كيجي من الداخل كيتبانك تقدروا ما ديروش مايزينا ديروا فرينة عاديه بسم الله دابا تخلطوا خماره بيان سور وانا غندير الماء الزهر جبت معشقه ونص تقريبا تاع الماء الزهر طبعا الماء الزهر اللي بغيتو نفهم به كتخلطوه كتجي واعره خوتي كتحمق عليها كلشي كيحمق عليها قديمه الوصف. مرحبا بكم خوتي من اي دوله كنرحب بكم مرحبا بكم خواتاتي كنخلطو مزيان حيت راه مكتحتاجش تضربوها حيت غير هوك صافي هنا عندي شربة تاع اللوز ومخلط بالكاوكاو بسم الله هي ساهله هاد الوصفه ما بغيتش نعبر باش اي واحد ساعدو بتايديها لا عبير هادي ما فيهاش العبير فوالا كتجي اسهل وصفه ما فيها ضربيها بزاف لا والو عندي هنا شربه تاع الشابلوغ كاع ما تخافي اختي تقولي راه ماشي تقريبا كتجيك بحال ديك تاع السومو الله شات ليا شابلو اخوتي تقدروا ديروا اللي ما لقيتوهش في الماء ما كازا تقدروا ديروا الخبز وتنشفوه وتحمروه في الفران وتطحنوه عادي ماشي راه ديفو كنديروه
هذا القوام نتاعها هو هذا خبز صافي ديريكتوم للطاوه. الطاوه دهنوها بالذو، عندهن الطاوه تلقى دابا عندهن الطاوه ديالي. شوف خوتي ما تضربوهاش بالدراب ولا شي حاجه حيت راه مخصهاش تجي كتجي بحال بسبوسه تقريبا. هذه تاع الشابلوغ طريقه جديده، طريقه قديمه يعني ماشي جديده. فوالا سرحوا في البلا تاعكم هادي، ديروا الجري باش ما تكونفلاش. دو القوه نتاعها ما تزيدو ما تنقصو خوتي، ديروا القدر اللي عطيتكم. ومسح هاد الشوكولا كتسرحوها هكا كتخبطوها من الطو. بغيتو تخلوها غليظه ديروا بلا بلا يكون داير ولا صغر من هذا. انا بغيتو تكون تجيني شغل هذا بزاف جبنه رقيقه، حيت مجربه بجوج وانا غليظه كتجي شويه كتجي تاكليها هكا تجي معايا برا نقولو حنا. دابا ديها تلقى خلطه طيب مره من وجهتها تولي حمراء حمراء، حيت راه كنكبو على السيرو كتولي بيضه، خلاتها تحمر مزيد تقلى مزيان شويه من الفوق. ولا نديها خوتي دابا طيب خطه باش نجيكم وجه تاعكم مسطح مزيان. شكرا لكم خوتي اللي كيحطوني في المنتدى. خوتي انا مازال ما عنديش السويع كاملين، ما عارف مازال ما كنعرفش نحط في المنتدى، وما حطيتكم دخلوها خوتي مع بعضياتكم باخلاص تفرجوا المشاهده اللي يستحق الانسان. ومرحبا بكم عندي، ودخلوا عند صحباتكم وعند اختكم عند خواتاتكم وخوتكم اللي محتاج المساكن، عاونوهم تعاونوا مع بعضياتكم. لقيتو عنده فيديو ما ترشتوش قبل عاودوا تفرجوه، الله يعاونكم خواتاتي. كنعرف العيالات زعما واعرين تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، ليك في الطرز اللي في اللي في الطرز الروماني. واحد البنت كدير الطرز الروماني حتى هي واعر، عندها واحد الطرز عندها الخدمه ديالو واعره كتعجبني. سمح لي هادي ما هادي مده ما دخلتش عندها، كدير واحد الطرز الروماني ما عمر اول مره نشوفه في المصريه. اختي مصريه اول مره كنشوفه في اليوتيوب كتبش على الله، واحد الطرز عندها زويون كاع. خواتاتي المغربي تاع الرندا واللي كيديروا جلالب كدايرين خواتاتي ما شاء الله عليكم، كنعطيكم تحيه اللي كيديروا لا كويزين اللي كيديروا الرندا الشابو زعما العيالات تبارك الله عليكم ما شاء الله موي الحلويات ما شاء الله. كونسيني خوتي وشويه بشويه كي قالوا يحمل الواد ماشي انسان كيدير كلشي بدقه واحده، شويه بشويه انسان راه حتى واحد ما زاد مزيان نقول حنا واصل. فوالا خوتي الكاطو تاعي تاع الشابلور هو هذا، خاصو تبان يبان لكم هنا مكراميلي نقولو بحال الكراميل. دابا غادي بسم الله غنسقيها بالسيرو تاعي، بسم الله نسقيوها بشويه وخليها تشرب. دير باقا سخونه علاش تنقول لكم حمراء بزاف حيت كتولي ملي كتسقيوها كتولي بيضة. ما جاتش غليظة بزاف، جاتني هي هذيك وصافي. هاكا تشرب السيرو مزيان. خلا تشرب السيرو ديالها تشرب مزيان، نخلى دابا واحد الخدمة كتشرب السيرو ديالها كتجي واعرة كتجي مرطبة رطبة رطبة خمسينات. شوف راكاسة كتشرب السيرو وغنتلاقى معاكم واحد خمسة دقايق. فوالا خوتي بردت، دابا غندير الكوفيتير من الفوق باش تعطيني داك اللون بريون. غندير الكوك، تقدروا تقطعوها كبيره تقطعوها صغيره، نقطعها على جوج وعلى جوج ديكوراسيون. تقريبا خدات ليا ديك الساعه هكا ديال بين الطياب وما بين 10 40 دقيقه هكا ديال الطياب.
تلحق العافية ما هي رطب على خاطر خوتي. كتجي واعره مع كاس قهوه كحله، كتجي واعره، كتجي واعره واعره بزاف واعره خوتي. سيوها صحتكم وراحتكم، وكنشكر خواتي ومرحبا بكم في كويزين عيشه. اهلي تهلاو لي فراسكم ونهاركم مبروك، واللي شاف هذا الفيديو يكون نهار مبروك بحالو. شكرا لكم بزاف. اهلي باي باي، على بروشين فوا ان شاء الله. اهلي سلامه.